الفيديو الثالث الخوت، دائما المتابعة اليومية للأشغال التي تقوم بها مجموعة من الشركات الوطنية، مجموعة من الشركات التي تساهم في تنمية مدينة أكادير العزيزة على قلوبنا وعلى قلوب الملك محمد السادس الذي حظاها برعاية ملكية سامية منذ خطابه لسنة 2019 حول المسيرة الخضراء، والذي ذكر بأهمية المدينة كنقطة التي تربط بين الشمال والجنوب. إذا مدينة أكادير توجد وسط المغرب. بعد ذلك وبفضل تعليماته السامية وإشرافه الشخصي أشرف على مراسم توقيع على اتفاقية ديال برنامج التنمية الحضرية 2020-2024. وحنا دابا السكان ديال المدينة كيشوفوا يوميا الأعيون المجردة، واللي ما ساكنش في المدينة راه يقدر يتبع هذا الشيء عن طريق القناة ديالكم اللي هي قناة مشاريع أكادير. وكنجيو الأوراش كنحاولوا نقلوا لكم الصوره. احنا دابا كما كتشوفوا شحال ديال الوقت كندوزوا في هاد الاوراش هادو باش نقلوا لكم الصوره. هاد الاشجار هادو راه شوفوا دابا المقارنه، اسمحوا لي قبل ما نكمل لكم، شوفوا دابا المقارنه بين هاد الشجره هادي والظل اللي كتوفروا. ها هو الظل دابا هنا، ها هو الظل. دابا تقدر دابا تجيب هنا وليداتك وتجلس هنا تستريح مع راسك. اذا دابا الناس اللي كيقولوا دابا هذيك النخله داخله عليكم والله واش كاين شي ظل هنا، ها هو دابا تقدر دابا تجيب وليداتك وتجلس هنا بار اكزومبل، ما تقدرش. اذا كملوا. اذا انا صاحب الجلاله الملك محمد السادس اعطى الانطلاقه، وحنا دابا راه كنشوفوا الثمار ديال هذا الشيء. اذا كتشوفوا الطريق دابا راه لا ترانسفورماسيون توتال، اعاده التهيئه والتوسيع. هنا كاينه الشركه ديال نابليون، نابليون هي اللي خدامه في هاد لا ترونشي هادي، ماشي لا ماليف، نابليون ولا خدامين هنا. الله يعاونكم. نابليون، نابليون غادي يحيدو هادو كاملهم ياك، غيحيدو هادو كاملهم، هادو ديال الدور القدام غيتحيدو كاملهم، هادو ديال الدور القدام غيتحيدو كاملهم ياك. الله يحفظك اخويا. نابليون نتوما ماشي لا مالي، الله يحفظك. كازا ياك، كازا رباط، نابليون من خط رباط. شكرا، الله يحفظك. اليوم شركة هنا في الرباط، ها برك كاين هنا هنا. غادي نحبزوا الفيديو الخوت، هنا هادشي اللي كاين. شكرا.